اسمع يا انس، اللي فات كله كوم والنهارده ده كوم تاني. ما ينفعش ابدا تقولي مش هتيجي. مراتك بتولد، انت ذات نفسك بتولد، ده ما يخصنيش، لكن النهارده بالذات لازم تكون موجود. وما ينفعش اعديلك زي ما بعديلك حاجات كتير. انك تكسر قلب بنتك في يوم زي ده وتحرجها كمان قدام اصحابها، انا بقى مش ممكن افوت. خلاص نجوى، هشوف اقدر اعمل ايه واتصرف. حاضر. انت لسه هتتصرف؟ الحفله خلاص هتبتدي. حاضر يا نجوى، حاضر. سلام. روح الحفله يا انس، انا هفضل مع اميره ولو احتاجنا حاجه هنكلمك. انت سمعتي؟ ربنا يكون في عونك، يلا عشان تلحق. نادين برضو من حقها تكون جنبها. انتي خيلتيني، ممكن بقى بلاش عصبيه؟ مش قالك ان هو جاي خلاص في ايه؟ هو ما قالهاش بمزاجه، انا سحبتها منه بالعافيه، كاني بسحب لقمه من بق اسد. ايوه بس هو المره دي فعلا غصب عنه. لا غصب عنه ولا حاجه، هو طول عمر حياته كده، مش منظمه، وكل حاجه عنده داخله في بعض. المفروض يعمل ايه يا نجوى؟ مراته بتولد. لا كان ممكن يتصرف، يقدم يوم، ياخر يوم، يتصرف زي ما اي راجل مسؤول بيتصرف.